شكرا ليكي يا لميا. لميا حمدين كانت معانا من 6 اكتوبر. ودلوقتي نروح لجرمين ابراهيم، هتكون موجوده معانا من مكتب صحه رود الفارج. صباح الخير عليك يا جرمين. صباح الخير يا هدير، وصباح الخير يا احمد، وصباح الخير على مشاهدي، صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقه زي ما قلتوا احنا موجودين في مكتب صحه رود الفرج علشان نتابع تفاصيل المبادره الرئاسيه للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع عند الاطفال حديثي الولاده، وخصوصا انه مشكله ضعف السمع هي المسبب الرابع للاعاقه على مستوى العالم. وعشان نعرف تفاصيل اكتر عن المبادره معانا الدكتور محي السيد منسق المبادره. صباح الخير يا دكتور، برحب بيك. في البداية لو تكلمنا عن تفاصيل إطلاق المبادرة وإيه اللي وصلنا له لحد دلوقتي في الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع للأطفال. طبعا المبادرة بدأت في سبتمبر عام 2019 الماضي. طبعا المبادرة بدأت بتوجيهات من سيادة الرئيس وتعليمات من وزير الصحة والدكتور محمد حسان مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة. طبعا بدأنا بتجهيز الوحدات الصحية لتقديم خدمة المسح السمعي، يعني حتى الآن جهزنا تقريبا 3500 وحدة صحية بيتم المسح السمعي أو تقديم خدمة المسح السمعي باستخدام جهاز اسمه الانبعاث الصوتي، والممرضة بيتم تدريبها طبعا على استخدام الجهاز ده، فبتقيس للطفل السمع ليه، ولو في مشكلة بيتم إحالته على مستشفى إحالة. عندنا مستشفيات الإحالة طبعا تم تجهيزها على أحدث مستوى، تقريبا مستشفيات الإحالة دلوقتي عندنا 30 مستشفى إحالة. إن شاء الله المرحلة الجاية هيتم زيادة سواء كان أعداد الوحدات الصحية أو أعداد مستشفيات الإحالة. يعني حضرتك بتكلميني على الاحصائيات، حتى الان انا هقول لحضرتك الاحصائيات اللي تم تسجيلها الكترونيا. يعني تم فحص حتى الان ما يقرب من 2,467,000 طفل. الاطفال اللي كان نتيجتهم طبيعيه كان عددهم 2,323,000. الاطفال اللي احتاجت زياره ثانيه لتاكيد الاختبار الاول في نفس الوحده الصحيه كان عددهم 144,000 طفل. الاطفال اللي احتاجت مستشفى احاله علشان يتم تشخيصها او بعد كده لو في اي مشكله يتم علاجها كان عددهم 13,657 طفل. وكمان تم فحص ما يقرب من 7,100 طفل اجنبي. هل عمليه يعني الكشف المبكر عن ضعف السمع هو بتتم بشكل اختياري ولا اجباري ومرتبط بشهاده الميلاد؟ طبعا دي نقطة مهمة جدا. دلوقتي الحمد لله منذ بداية المبادرة بدأنا نطبع شهادات ميلاد جديدة فيها إدراج خانة المسح السمعي للطفل، فالطفل بيروح يعمل أول حاجة تحليل الغدة الدرقية. قبل ما يعمل تحليل الغدة الدرقية بيتم توجيهه لعمل خدمة المسح السمعي طبعا، فالموضوع بقى إجباري تقريبا. يعني امتى بيتم يعني اتخاذ قرار انه العلاج هيكون دوائيا او محتاج يعني جهاز او تدخل جراحي؟ طبعا احنا بعد مرحله الاكتشاف المبكر اللي هي بتسهل علينا تقريبا موضوع فرص العلاج ده جدا، طبعا بعد ما بنتاكد ان الطفل عنده مشكله في السمع سواء كان هيستخدم جهاز او يستخدم علاج دوائي او هيستخدم معينات سمعيه زي السماعه، بعد كده الطفل لو احتاج معينات سمعيه بيفضل فتره بالمعينات السمعيه دي. المعينات السمعيه دي لو ما جابتش نتيجه مع الطفل بعد فتره بيتم طبعا تحديد ميعاد وتاكيدات لاجراء عمليه زراعه قوقعه. ونطمن الامهات، يعني هل عمليه المبادره او الكشف المبكر ده بيساعد في زياده فرص الطفل انه يبقى ليه علاج او انه يقدر يتعامل مع المشكله؟ طبعا دي اهم ميزه في المبادره هو الاكتشاف المبكر. هذاك الاكتشاف المبكر ده بيؤدي للتدخل المبكر، وبعد كده فعلا ده بيسهل فرص العلاج لينا. وفرص العلاج لما العلاج بيبقى بدري ده بيجنبنا مشاكل كتير جدا ممكن تحدث للاطفال، زي مثلا مشاكل التخاطب وتاخر الكلام، التاخر الدراسي طبعا، وبالتبعيه المشاكل النفسيه التي قد تحدث للطفل نتيجه ذلك. ممكن الطفل لو عنده مشكله في السمع يعني يتعرض للتنمر. طبعا موضوع الكشف المبكر ده في موضوع اللغه، يعني اللغه لما بيحصل لها تحسن او تطوير في سن مبكر بتبقى افضل بكتير. حتى عمليه زراعه القوقعه لازم تبقى السن يبقى مبكر عشان يبقى في اوت كامس او نتائج كويسه جدا لعمليه زراعه القوقعه.
يعني اخيرا يا دكتور، لو اي اب او ام دلوقتي عايز يطمن على طفله ويقوم بالكشف عن ضعف السمع، يقدر يتوجه لفين بالظبط؟ طبعا احنا بقول لحضرتك دلوقتي تقريبا الخدمه او تقديم خدمه المسح السمعي موجود في كل وحدات الجمهوريه. فانا بقول لحضرتك تقريبا دلوقتي موجوده في 3500 وحده. فاي وحده صحيه هيقوم الطفل بيها، هيقوم الطفل هناك هيروح يعمل تحليل غدد الدرقيه، هيتم توجيهه قبل ما يعمل تحليل الغدد الدرقيه لتقديم خدمه المسح السمعي. الموضوع بسيط جدا، واستخدام باستخدام جهاز امن جدا. وطبعا انا كنت بنوه على ان موضوع من بدايه المسح السمعي لنهايه حتى لحد فتره العلاج ده كله مجانا في المبادره. خليني اسالك سؤال تاني يا دكتور، يعني هل ده مرتبط بسن معين؟ يعني لازم يبقى طفل حديث الولاده، ولا ممكن طفل يكون مثلا عنده سنه الام عندها شك في انه الطفل يعني عنده مشكله يقدر ان هو يتوجه ويشترك في المبادره؟ طبعا المبادره هي مفتوحه لكل الاعمار، بس احنا طبعا احنا بنركز على الاعمار اللي هي من عمر يوم ل 28 يوم. طبعا عشان ايه؟ الاكتشاف المبكر. حضرتك لو الطفل جالنا بعد عمر مثلا حضرتك زي ما بتقول السنه، طبعا هيبقى فيه زي نظام تاخر شويه، فهو طبعا احنا مش عايزين الموضوع ده يحصل. فعلشان كده بنحاول ان نحل الموضوع بدري علشان نلاقي نتائج كويسه جدا. يعني بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معنا، بشكرك على كل التفاصيل والمعلومات دي. يعني ده كان لقائنا مع دكتور محي السيد، منسق المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع عند الأطفال حديث الولادة. وأكيد طبعا زي ما الدكتور أكد لنا أن الاكتشاف المبكر بيساهم بشكل كبير جدا في حل المشكلة والتعامل معها. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. جيرمين إبراهيم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة من مكتب صحة رود الفرج.